فكري انت جاي النهارده تنتخب في تاني يوم الاخير في جوله الاعاده، مظبوط؟ مظبوط. طبعا انت عارف الكلام بيقول الشباب مش بتنزل. لا 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 واهم الكلام ده، في شباب كتير بتنزل يعني، حتى اصحاب كتير بتنزل. ف الكلام ده ملوش اي طبعا ده الانتخابات ده واجب وطني طبعا على الصغير والكبير طبعا. مش شرط يعني اللي بقى كبير بس ولا صغير، مش شرط. الشباب برضو لازم تشارك، الشباب برضو لازم تعمل، مش هنفضل قاعدين كده ونستنى لغايه ما حاجه تتعمل لنا جاهزه، لازم احنا برضو نشارك ونعمل. طب رد فعلك انت ايه للشباب اللي ما نزلتش؟ يعني استهتار، عدم مسؤوليه، مش اكتر يعني. نصيحه صغيره تقول لهم تقول ايه؟ بص لحالكم وبص لحال مصر زمان، خلوا زمان زي دلوقتي، بصوا لدبي، بصوا الاحوال اللي ماشيه في البلد، بصوا فكروا صح، ما تفكروش بالمنطق اللي هو انا هفضل قاعد بقى كده وده ما بيعملش وده بيعمل وده ما بيعملش، بالصح.